أكثر من 50 شهيداً وعشرات الجرحى في انفجارين إرهابيين في عدن، استهدف معسكر الجلاء ومركزاً للشرطة. فعاليات متواصلة للمراكز الصيفية في الساحل الغربي تأكيداً على قيم الثورة والجمهورية والوحدة. القوات المشتركة والمقاومة تفشلان تسللاً حوثياً باتجاه الأزارق، والميليشيات تواصل استهداف المدنيين في الضالع. جولة إخبارية جديدة من قناة اليمن اليوم، أهلا بكم. التفجيران اللذان هز عدن اليوم واستهدف معسكر الجلاء بالبريقة ومركز الشرطة في الشيخ عثمان، والتي تبنت ميليشيات الحوثي الإرهابية الانفجار الأول منهما، وأعلنت جماعة إرهابية أخرى تبنيها للثاني. أظهر مدى التنسيق بين هاتين الجماعتين والجماعات الإرهابية ككل، وفداحة الخطأ الذي ارتكبته المجتمع الدولي بإيقاف معركة الحسم في الحديدة، ما دفع بالميليشيات إلى ترتيب أوضاعها وتصعيد جرائمها. أكدت وزارة الداخلية في عدن استشهاد 51 عسكريا وأمنيا وجرح العشرات في هجومين إرهابيين منفصلين استهدفا معسكر الجلاء في مديرية البريقة ومركز الشرطة في حي عمر المختار في مديرية الشيخ عثمان. وأوضحت الوزارة أن الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي قصير المدى وطائرة مسيرة استهدفا معسكر الجلاء أثناء حفل استعراضي وتدريبي عسكري، أودى بحياة 39 عسكريا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير اليافعي أبو اليمامة، فيما أدى استهداف بسيارة مفخخة لمركز للشرطة في الشيخ عثمان إلى استشهاد 13 من أفراد الشرطة وجرح آخرين. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الهجومين يثبتان بأن الميليشيا الحوثية وغيرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة تتقاسم الأدوار وتكمل بعضها بعضا في حربها على الشعب اليمني وسعيها لضرب الأمن والاستقرار. ما ذنب هؤلاء الذين ماتوا؟ ما ذنبهم؟ ماذا عملوا؟ هل دمهم انهم يحمون الوطن؟ ما ذنبهم؟ ماتوا؟ هل هم اسرائيل؟ هل هم امريكا؟ بهذه التساؤلات تسأل زوجة احد ضحايا الانفجارين الذي هز العاصمة عدن بشكل متزامن، ووقع الاول في تمام الساعة 7:20 صباحا في قسم للشرطة بحي عمر المختار الذي يعج بالمدنيين باستخدام سيارة مفخخة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من المدنيين. وتقول مصادر غير رسمية انه نفذ عبر انتحاري كان يقود السيارة الملغومة. خربوا بيوتنا، خربوا سامنا، فين القاتل؟ قولوا القاتل ما عادوش عمل جبان اللي عمله. طبعا كنا نايمين هنا، كل الفرشان مقدولة في الأرض نايمين، وفجأة مش عارف إيش اللي حصل، بلحظة كل شيء فوقنا، إحنا التراب ولا السقف فوقنا، إحنا والزجاج المكيفات دخلت لداخلة البيت، ما عاد بلحظة كل شيء انتهى، ما عاد عرفناش حاجة، وضرب الرصاص من كل مكان. فيما وقع الانفجار الثاني في معسكر الجلاء بالبريقة والذي كان يشهد فعاليات تخرج دفعة من العسكريين، حيث تشير مصادر أن الهجوم على المعسكر وقع نتيجة استهداف إرهابي تقف وراءه عصابة الحوثي. سيارة مفخخة أثناء قيامهم طابور الغايد، كل خميس طابور الغايد، غايد مدير الشرطة وغايد المنطقة صلح لهم طابور، واستغلوا فرصة تجمعهم كلهم موجودين بالبوابة أثناء دخولهم الطابور، ودخلوا فجر الملعون هذا. آخر الإحصاءات تشير إلى سقوط ما يزيد عن 40 شهيداً وعشرات الجرحى وأضرار جسيمة تعرضت لها المباني السكنية المجاورة، فيما أكدت قيادة السلطة المحلية التي زارت موقع الانفجار الأول أن لديها توجيهات بحصر الأضرار وإعادة إصلاح المباني المتضررة والتي بات أهلها يسكنون العراء. تم تكليف من قبلنا فريق من مكتب الأشغال لرفع الأضرار ورفع الكلفة لإعادة بناء هذه المنازل. نحن في السلطة المحلية مسؤولين مسؤولية أولى في هذا الموضوع.
لا تزال العاصمة عدن وسكانها في صدمة جراء ما شهدته من هجمات إرهابية، ولكن تبقى تساؤلات كبيرة على السلطات الأمنية الرد عليها، أهمها كيف تم التزامن والتعاون بين الانتحاريين وعصابة الحوثي الإيرانية، وهل هناك ثغرات أمنية غفلت عنها القوات الأمنية؟ محمد مفلح، اليمن اليوم، عدن. إلى ذلك أدان العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح عضو قيادة القوات المشتركة بالساحل الغربي قائد المقاومة الوطنية الهجومين الإرهابيين اللذين شهدتهما عدن، كما عز أسر الشهداء الذين ارتقوا جراء الهجوم الإرهابي بصاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وقال العميد الركن طارق صالح في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر: الدم الذي أريق في عدن اليوم يجدد جراحات هذه المدينة التي ضربت أروع الأمثلة في مواجهة الحوثي وإرهابه. وأضاف: تعازينا لعدن باستشهاد القائد أبو اليمامة منير اليافعي وكل رفاق السلاح ضد جماعات التطرف والإرهاب والكهنوت. كما أكد الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة بالساحل الغربي وضاح الدبيش أن القوات المشتركة سترد بقوة على الهجومين اللذين استهدفا مركزا للشرطة ومعسكرا تدريبيا في عدن من قبل ميليشيات الحوثي وعناصر إرهابية. وأضاف الدبيش في تصريح صحفي أن القوات المشتركة تواجه هذه الميليشيات الإرهابية وجها لوجه في الجبهات، ولا نواجههم بالغدر والطعن من الخلف كما يفعلون هم، حسب ما قال الدبيش، معتبرا أن الحوثيين وعناصر القاعدة وجهان لعملة واحدة. وفي الحديدة واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفها المدفعي بشكل همجي على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة. مصادر عسكرية في القوات المشتركة أكدت أن ميليشيات الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة المتواجدة شرق مديرية الدريهمي بمدافع الهاون من عيار 120 ومدافع الهوزر وبشكل عنيف، كما استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة جنوب المديرية باستخدام مدافع الهاون ومختلف أنواع الأسلحة الرشاشة. وكانت الميليشيات أطلقت عشرات القذائف من مدافع الهاون من العيار الثقيل على عدد من القرى في أطراف المديرية، واستهدفت منازل المواطنين بالأسلحة الرشاشة وسلاح القناصة. وأكد الإعلام العسكري أن ميليشيات الحوثي الإرهابية نسفت بالديناميت ثلاثة منازل للمواطنين في الدريهمي. وفي إطار خروقاتها المتصاعدة، واصلت بقايا جيوب الميليشيات المتمركزة في مناطق نائية استهداف منطقة الجاحة التابعة لمديرية بيت الفقيه، حيث استهدفت في فترة متقطعة طيلة ساعات النهار والمساء قرى المرازيق ومزارع النخيل في وادي الجاح بمختلف الأسلحة الرشاشة ومعدلات البيكا، كما أطلقت النار من أسلحة الرشاشة وقذائف الهاون وآر بي جي صوب مواقع القوات المشتركة في الجاح. تتواصل فعاليات المراكز الصيفية في الساحل الغربي بهدف ترسيخ قيم الوحدة والثورة والجمهورية والاصطفاف المجتمعي لمواجهة جماعات الضلال والإرهاب من قبل النشء والشباب، الذي حاولت الميليشيات الحوثية تلويث فكرهم والتأثير على عقولهم وقيمهم قبل دحرها من هذه المناطق. أمسية فنية وتوعوية ضمن فعاليات المركز الصيفي بمجمع 22 مايو بالخوخة، شارك الطلاب فيها إعلاميون ومحاضرون وشخصيات اجتماعية، وألقيت خلالها كلمات هدفت في مجملها إلى غرس قيم حب الوطن والولاء له، داعية إلى وسطية الفكر والاعتدال والابتعاد عن الغلو والتطرف الذي تجسده بعض الجماعات الإرهابية، كما هو حال الجماعة الحوثية التي تنفذ أجندة خارجية لتحويل اليمن ساحة لحروبها الطائفية وجعل الشباب والأطفال وقودا لها، تقوم بحشدهم وتعبئتهم بسمومها وأفكارها الهدامة ليكونوا قنابل موقوتة تزج بهم إلى محارق الموت ولا يعودون إلا أشلاء ممزقة. أنتم الشباب، أنتم مستقبل هذه الأمة، أنتم مستقبل اليمن، فلازم أن تكونوا أنتم قدوة، وإن شاء الله أن ما تخرج من هذا المخيم يفتح لكم الجميع، أهلكم والمواطنين أخوانكم زملائكم في الشارع وهؤلاء شباب المخيم الصيفي. عليكم أن تتسلحوا من اليوم سلاح العلم والمعرفة، سلاح العلم والمعرفة لتنتقلوا إلى مرحلة جديدة لبناء اليمن والتحرر من هذه المعاناة التي نعانيها. يجب أن نتحرر من الفقر، من الجوع، من الخوف، أن نتحرر من القيود التي تقبلنا. أنتم كل
اليوم هو رأس مال الوطن واستثمار المستقبل. مع الأسف الشديد يعيش تلاميذ في مثل سنكم يعيشون معاناة هناك حيث يتواجد ذلك السرطان. تخلل الأمسية عددا من الوصلات الغنائية والأناشيد عززت من قيم الحياة وبثت الروح الوطنية وأضفت إلى الأمسية جوا من الحماس والاستمتاع وسط تفاعل غير مسبوق من الشباب والطلاب الذين بدوا متعطشين لمثل هكذا أنشطة نوعية ومفيدة مثلت غذاء الروح وفكري لهم أثرتهم ووسعت من مداركهم ففتحوا لها القلوب قبل الآذان. نالت فقرات الأمسية إعجاب واستحسان قادة المستقبل من شباب ونش ارتسمت البسمة على وجوههم وعلى محياهم بانت البهجة ليرددوا بصوت واحد بالروح بالدم نفديك يا يمن. من محافظة الحديدة شرف الشمري اليمن اليوم. إلى الضالع حيث تمكنت القوات المشتركة من كسر تسلل قامت به الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع عدة في جبهة الأزارق من ماوية تعز. مصدر عسكري أكد أن الميليشيات تدفع بالعشرات من عناصرها في محاولات تسلل بائسة لاستعادة بعض المواقع التي سقطت منها مؤخرا حيث تم شن هجوم باتجاه مواقع جبل الديب والإسناد لكنها باءت بالفشل. وأضافت المصادر أن الميليشيات الحوثية استخدمت تعزيزات عسكرية مكونة من دبابة وعدد من الأطقم باتجاه جبهتي مريس دمت وبتار حجر التي شهدت مؤخرا تقدما للقوات المشتركة والمقاومة وتكبدت الميليشيات الحوثية فيها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بينهم قيادات ميدانية. وأوضحت أن جبهتي حجر والزبيريات في قاطبة والضالع شهدتا هدوءا حذرا تخلله قنص لميليشيات الحوثيين باتجاه منازل المواطنين ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال في منطقة حجر. ولمعرفة المزيد من مستجدات المعارك في الضالع ينضم إلينا عبر الهاتف قائد محور إب العميد عبد الله مزاحم. عميد عبد الله، أطلعنا على جديد المواجهات في الضالع. أخي العزيز، ما يدور الآن حاليا في الضالع هو محاولة يائسة من الميليشيا الحوثية، يعني وهي تبحث عن أي نصر، عن أي مكاسب يعني في الأرض لأجل تحقق المعنويات لعصابة أو أفرادها. يعني لم تستطع أن تحقق أي شيء في جبهة مريس، بل اندحرت في جبهة مريس وتم تحرير مواقع يعني من كانت تسيطر عليها الحوثيين وتم نجحهم وتطهير هذه المناطق، ولا زلنا في حاله التقدم ان شاء الله. ايضا في جبهه شخف وباب غلق وايضا في جبهه حجر وجبهه الفاخر لم يستطع الحوثيين يعني يعملوا اي يكسبوا اي شيء او يحققوا اي منجز على الارض، بل هم في اندحار وفي تقهقر مستمر، فلهذا توجهوا الى الحشا لعلهم يحققوا اي انتصار يعني رفعا لمعنويات عناصرهم، لكن في الحقيقه تم التصدي لهم من قبل ابطال الجيش الوطني والقوات المشتركه في الحشا والمقاومه وجميع فئات الشعب واجهتهم وتم صدهم ودحرهم وتسرب هجومهم. ولا يزال الوضع يعني على هذا الحال، الناس في تاهب مستمر في مناطق للتقدم بالنسبه لنا، للتقدم باتجاه مناطق جديده لتحريرها ان شاء الله وتطهيرها من الحوثيين في الحشا. جبهة صدر أيضا استطاع المواطن أن يكون يعني جنديا إلى جوار القوات المشتركة للوقوف ضد هذه العصابة التي أذلت المجتمع، أذلت الرجل، لم تجعل للإنسان كرامة ولا مكانة إطلاقا. هذا العمل الحوثي بهذا الشكل ولا يزال يواجه قتال من الشعب اليمني بجميع فئاته وقوته وتحالف عربي كامل. نحن نقول نكيد كيف إذا سيطر الحوثي بشكل كامل يعني ولم واصبح يعني صاحب القانون وصاحب السياده في اليمن كله، كيف سيعمل بالمواطن؟
يعني الان اصبحوا يخضعون النساء، يخضعون النساء، يجبرون النساء على الصرفات في المدارس، يعملوا كل الاجرام، الارهاب، التدمير، هذا عمل الحوثيين. العميد عبد الله مزاحم قائد محور اب محدثا من الضالع، شكرا جزيلا لك. إلى ذلك واصلت ميليشيات الحوثي أعمالها الإجرامية باستهداف مساكن المواطنين في مديرية مريس في محافظة الضالع. وأفاد مراسلنا أن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت بقذائف الهاون منازل المواطنين في قرية اللكمة بمديرية مريس أثناء احتفالهم بخطوبة أحد المواطنين، وأكد أن القصف الحوثي أدى إلى إصابة 3 أطفال وامرأة وأوقع ضررا بالمنزل متسببا بحالة من الرعب والهلع بين النساء والأطفال. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية كثيرا ما تسعى لاستهداف المدنيين في الضالع ردا على خسائرها المتواصلة في مختلف الجبهات. أصدرت محكمة تابعة لميليشيات الحوثي الأربعاء حكما بإعدام 2 من موظفي جهاز الأمن السياسي في العاصمة صنعاء. مصادر خاصة ذكرت أن المحكمة الحوثية أصدرت حكما بالإعدام لموظفي سكرتارية جهاز الأمن السياسي في صنعاء بتهمة نقل معلومات للتحالف العربي. وبحسب المصادر فإن المحكمة أصدرت حكما بالإعدام بحق فاروق عبد الله الحميري وطارق محمد الصوفي. وأكدت المصادر أن النطق بالحكم عليهما كان في مبنى الأمن السياسي في جلسة سرية وبدون حضور محاميهما. جدير بالذكر أن الميليشيات الحوثية أصدرت مطلع الشهر الجاري أحكاما مماثلة بحق 30 متهما بتهم كيدية وجهتها لناشطين وأكاديميين وسياسيين معارضين لتوجه وفكر الحوثي. تتابعون في النشرة أيضا سوق الشنيني في تعز من مركز لبيع المنتجات المنزلية والحرفية إلى سوق للسلاح. خرجوا عيالنا، عيالنا محرومين من الشمس، عيالنا مريضين بعد سنين وضربني ضربا مبكحا يعني ضربا همجيا ضربا بالبنادق وبالكيبلات وفي الرقبة وفي البطن وفي الرجلين وفي جميع أنحاء الجسم، يعني أذبوني تعذيب حوالي نصف ساعة حتى أنه أغمي علي. فقاموا بربطي على كرسي حديدي، ذلك الكرسي الحديد كان يستخدمون الكهرباء مباشرة من الفيش مباشرة على الكرسي. سبب لي من الأيام الأول الشلل الطرفي الارتفاعي في الجانب الأيسر. قاموا بربط هذه الجهة اليد اليسرى والفخذ الأيسر الرجل اليسرى كل لوحده على الكرسي ويعني وشدوني على شكل حلزون. فمكثت على هذه الحال 8 أيام بلياليها، طبعا لا دورة مياه، يعني إكمال لي 8 أكل أخرى محروم من الشمسي. دخلوني وانهلوا علي بالضرب، دخلوا لي للزنزانة، يعني ضربوني ضرب مبرح. أخذوني وكتبوني وضربوني ضربا مبرحا. حصلت قناة اليمن اليوم على صور لعمليات تهريب القات من محافظة صعدة عبر الحدود، تهريب يحمل في طياته جريمتين الاتجار بمخدر والاتجار بالأطفال كحمالين لهذه البضاعة التي تعرض الكثير منهم إلى القتل. القات السلعة الرائجة في اليمن لأكثر من 1500 عام، هكذا يربط البعض تاريخ هذه الشجرة التي أدمن اليمنيون مضغها مع دخول غزو الأحباش بلادهم في القرن السادس الميلادي. تاريخ بعيد وشجرة أبت الانقراض رغم زوال الأحباش وآخر ملوكهم بطير الأبابيل كما يروي القرآن الكريم. وبين مضغه حلالا في اليمن وحرمته في بقية دول العالم، تحولت هذه الشجرة إلى زقوم يجب حربها وملاحقة كل من يعمل على تهريبها باعتبارها تجارة محرمة تدخل في إطار المخدرات. وإحنا نشتغل يعني ندور لنا الرزق وما نضطرين على ذلك، لأن الريال لو كان في جوبك الريال سواء سمى إنسان ومؤشر الريال ثم مذلول. اليمن اليوم حصلت على صور حصرية لعملية تهريب القات إلى الجار الشمالي. جريمتان هنا، الأولى هي التهريب والثانية هي أن أبطالها هم أطفال في مقتبل العمر لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما. صور تدمي القلوب وتنبئ بأن مستقبل شمال الشمال اليمني مظلم ولا يختلف كثيرا عن بقية مناطق اليمن التي سيطرت الميليشيات على دولته وعمت التناحر والحرب ربوعها.
في هذه الصورة يظهر جبل الحصن الحدودي، يستطيع المرء أن يعي ماذا يعني حرمة تناول أو بيع القات خلفه، وكيف أوجد قانون المنع بيئة خصبة لانتشار المهربين وتنامي تجارتهم. وفي المقابل هناك طلب على القات تحت مظلة كل ممنوع مرغوب، وهو ما جعل مهنة تهريب القات متنامية ومتوسعة رغم ظروف الحرب على حد الجارة الجنوبية. وش سوي أنا؟ شغال. كيف شغال؟ بالقات. بالقات. حمال. حمال. حمال إيش؟ بالقات. هنا نقطة تجمع المهربين الصغار ولقائهم بالتاجر الوسيط بين المزرعة وتجار القات خلف الحدود اليمنية. الصورة هنا صادمة كلما انتقلت بعدسة الكاميرا من طفل إلى آخر، ولنا أن نستمع إليهم. مجهولين كذا كذا، مرة قات مرة مجهولين، اليوم حملنا القات، كل يوم نحمل قات، كل يوم يعني يوم نشتل ويوم ننجح ويومها. وبعد نقطة اللقاء انتقلت الكاميرا إلى مكان التجمع واستلام البضاعة. هنا تظهر الصور طريقة لف القات في محارم قماشية بطريقة معينة تحافظ على جودتها بعد رش المحارم بالمياه. وهنا يظهر المهربون الصغار في انتظار بضاعتهم المراد توصيلها إلى الحد السعودي. تقرأ في عيون الأطفال لا مبالاة وعدم وجود علم لهم بالعودة أم لا، فقد اختاروا مبكرا نهاية أرغمتهم عليها الظروف الاقتصادية. ما هو يطالب الله على خشامهم، لا يجدون أي شيء، ولكن منتظرين هنا أي حملة ينزلونها لتحت. هنا العملية الأخيرة، عملية الانطلاق إلى المعلوم المجهول الذي قد يعودون منه وقد يكون لا. شوالات القات كما يسمونها حقائب سفرهم بين دولتين، والتهريب مهنتهم، وإطلاق النار عليهم وارد لمن فر، وسجن الأحداث أيضا في انتظار من ألقي القبض عليه. محمد الصعار، اليمن اليوم. أدانت منظمة أطباء بلا حدود استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية مستشفى الثورة في مدينة تعز بقصف مدفعي. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن قذيفة حوثية وقعت على مقربة من مستشفى الثورة المدعوم من قبل أطباء بلا حدود في مدينة تعز، ونزلت القذيفة على بعد 15 مترا من مكتب ومقر أطباء بلا حدود. وأشارت المنظمة إلى أن عملية الاستهداف هذه ليست الأولى، فقد سبقتها حوادث مشابهة قبل نحو عام، وقصف مجمع المستشفى أو قصف مجمع المستشفى عدة مرات، وأصيب حينها 6 أشخاص وتضررت البنية التحتية. ودعت المنظمة لاتخاذ أقصى الاحتياطات لحماية المرافق الصحية والطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم. بعدما كان مركزا لصناعة الحرف اليدوية، حولت الحرب في اليمن سوق الشنين التاريخي في مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى مقر لبيع الرصاص والأسلحة المختلفة. حرب ودمار، ثنائي موت عانت منها اليمن منذ 5 سنوات أدت إلى اندلاع أكبر كارثة إنسانية، لكن الحرب لم تؤدي إلى تشريد وتجويع العشرات من اليمنيين فقط، بل أثرت على الحياة الاقتصادية والحرف اليدوية التقليدية في مختلف المحافظات التي دخلتها الميليشيات. مدينة تعز عانت أسواقها ومحلاتها، كما عانى التجار في واحد من أعرق الأسواق الشعبية الذي تحول من أهم مركز للحرف اليدوية والمنتجات الشعبية إلى بيع الأسلحة والذخيرة. كانت قبل الحرب يا صديقي كانت موروثات شعبية، والآن اتجهنا بسبب هذه الحرب يعني اضطرينا أن احنا نطلب الله بهذا الشيء، تمام، بتجارة السلاح. يعني الحرب أصبح يعني دمر الاقتصاد، دمر البلاد، تمام، أصبحنا بهذه الشغلة الأولى، ما يعني اعتمدنا على هذه الشغلة أكثر بهذا الحرب. سوق الشنينية بمحافظة تعز من أهم الأسواق التي اشتهرت على مدى حقبة من التاريخ، ويعد أحد عوامل الجذب السياحي التي تفرد بها السوق الذي جمع بين أزقته العديد من المحلات المتنوعة مثل محلات بيع الأجبان ومحلات الحبوب والعطارة وصناعة الأواني اليدوية الفخارية. ما كان يلبث الزائر التوغل في السوق منطلقا من مدخله الشرقي الذي يتسم بالزحام حتى يصل إلى وسطه الذي يتميز بساحة واسعة ترتص على جنباتها الحوانيت
وفي وسطها تتجمع العربات الخاصة ببائعي الوزف. لقد أجبرت الحرب الكثير من تجار هذا السوق العريق الذي كان مقصدا لزبائن التوابل والفخار إلى المتاجرة بسلعة الموت والدمار التي باتت هي الأكثر تداولا، ليجد حرفيون أنفسهم مجبرين على ذلك قاصدين توفير لقمة العيش لأسرهم لسد رمق أطفالهم ولو على حساب شكل المدينة وإنسانية الناس. لأنه الآن مع الحروبات يعني وهذا على أساس يعني يأخذ السلاح ويبيعوا يعني معيشة ما فيش من يضبطهم. السلاح هو بيد الدولة لكن ما عادش بيد الدولة. هذا التحول الكبير في تجارة الموروثات الشعبية واستبدالها بتجارة السلاح قد يؤدي بالتأكيد سلبا على أمن البلد بحسب مراقبين، فهذا السوق ليس إلا نتاج فشل بسيط للأمن والأمان في هذه المدينة المكلومة. فتعز الثقافة والمدينة ها هي اليوم تتحول إلى موت يدفع ثمنه الأبرياء الذين وجدوا أنفسهم في واد يتراشق الساسة كرة اللهب من فوق رؤوسهم. تواصل ميليشيات الحوثي حملة الابتزاز المنتفعين من عقارات وأراضي الأوقاف ومضايقتهم ودفعهم لإخلاء الأعيان الموقفة ونقل عقودها لصالح عناصر من جماعتها في إطار عملية ممنهجة للاستحواذ على أصول الأوقاف. ميليشيات الابتزاز والنهب تلهث وراء إحكام قبضتها على ممتلكات الأوقاف وعقاراتها بعد أن ابتلعت إيرادات وأصول الدولة وأرصدة صناديق التأمين والمعاشات واحتياطي البنك المركزي، وبعد أن كان نهب عقارات الأوقاف مقتصرا على المشرفين وقيادات الميليشيات صار الأمر ممنهجا بشكل واضح بتنفيذ الجماعة حملة مشبوهة تحت عنوان تصحيح أوضاع المنتفعين من أعيان الأوقاف بهدف حصرهم وتصنيفهم وفق اعتبارات الولاء للجماعة. الحملة الحوثية والتي تستمر لمدة 6 أشهر تسعى الميليشيات خلالها كذلك إلى تحصيل مزيد من الجبايات وفرض رسوم غير قانونية ورفع أجور التعاقدات بشكل يخالف عقود التعاقد بهدف مضايقة المنتفعين ودفعهم لإخلاء الأعيان الموقفة ونقل العقود لصالح عناصر من أعضاء الجماعة الحوثية. وفي إطار العبث بعقارة الأوقاف صرفت الميليشيات عشرات الأراضي المملوكة لمكتب الأوقاف بمحافظة المحويت لصالح عدد من المشرفين ونقلت ملكيتها إليهم، كما قامت قيادات حوثية بارزة بالاستيلاء على أراضي شاسعة تابعة لمكتب أوقاف ذمار ومنحتها لأبناء قتلاها. كذلك أقدم قيادي حوثي على نهب أراضي تابعة لمكتب الأوقاف في أمانة العاصمة وغيرها الكثير من العقارات والأراضي والأصول التي استولت عليها الميليشيات منذ وضعت نصب أعينها عقارات وأراضي الأوقاف، وقامت في سبيل ذلك بإحراق مبنى وزارة الأوقاف والإرشاد وإتلاف الوثائق والمخطوطات لطمس أصول ومسودات عقارات الأوقاف وتغيير ملكيتها، كما ضايقت واضعي اليد على عقارات وأراضي الأوقاف في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها ورفعت عليهم الإيجارات وألغت عقود الانتفاع الخاصة بهم وطردت بعضهم وسلبت المستفيدين المنتفعين من العقارات ونقلتها لعناصر من الجماعة أو من الموالين لها. وفي الملف الاقتصادي، خبراء اقتصاديون يؤكدون أن القطاع الخاص في العاصمة صنعاء يواجه أسوأ مرحلة بسبب القيود والممارسات التعسفية من قبل الميليشيات الحوثية وعودة للتيار الكهربائي إلى مدينة المخا بعد أيام من انقطاع. جولة اقتصادية جديدة وتتركز على شأن المحلي، حيث كشف خبراء اقتصاديون أن القطاع الخاص في العاصمة صنعاء يواجه أسوأ مراحله بسبب القيود والممارسات التعسفية من قبل الميليشيات الحوثية، وأضافوا أن الميليشيات تقوم بتقييد القطاع المصرفي عبر لجنة المدفوعات بما فيهم التجار والمصنعين الذي تتولى أمرهم إدارة كبار المكلفين في الضرائب والجمارك، فيما تشن نهب المنظمة لشركات الاتصالات وطالت جرائم النهب أصحاب المطاعم والمحلات الصغيرة بدفع إتاوات وجبايات نهاية كل شهر. اقتحمت ميليشيات الحوثي المبنى الرئيسي لشركة سبافون للاتصالات وقامت بإخراج موظفين يعملون فيه واعتقلت زملاء لهم واقتادتهم إلى جهات مجهولة،
وكانت الميليشيات حجزت مطلع العام الجاري أموال وممتلكات شركة سبافون بذريعة ديون ضريبية مستحقة عليها، وفرضت مشرفين أموالين لها وألزمت الشركة بإيصال جميع الإيرادات إليهم. وكانت محكمة خاضعة للميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء أمرت بحجز أموال الشركة وإيراداتها وأرصدتها لدى المصارف والشركات والوكلاء بذريعة ديون ضريبية مستحقة تقدر ببليونين ومئة وأربعة عشر مليار ريال. تضاعف ميليشيات الحوثي من خناقها المعيشة على المواطنين في محافظة إب الخاضعة لسيطرتها، حيث قامت بالصدو على موارد الماء التي تزود المواطنين بالماء في مدينة إب بتكليف مشرفيها على أبر المياه الجوفية ليصل سعر الوايت إلى 20,000 ريال، وهو ما يؤدي إلى عدم قدرة المواطنين على الشراء في ظل انقطاع المرتبات منذ 3 أعوام وانعدام مصادر الدخل، ما يدفعهم للبحث عن المياه من خزانات السبيل. عاد التيار الكهرباء إلى مدينة المخا بعد اتفاق توصلت إليه السلطة المحلية والعقال وموظفو الكهرباء، وأفضى لعودة الموظفين للعمل وإمداد أهل المخا بالتيار على أن يتم تسليمهم مستحقاتهم المالية من إيرادات فرع كهرباء المخا. وينص الاتفاق على دفع 4,000 ريال شهريا على كل عداد لمواجهة النفقات التشغيلية للمحطة البخارية. وعبر مواطنون عن استيائهم لهذا الاتفاق لعدم قدرتهم على دفع هذا المبلغ شهريا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها. ووفقا لمصادر اقتصادية فإن إيرادات كهرباء المخا تبلغ شهريا نحو 35 مليون ريال. وأخيرا، بدأت عملية تفريغ مادة الديزل المخصص لمحطة الكهرباء من الباخرة بي دبليو كاسترول إلى خزانات شركة مصافي عدن، وذلك بعد دخولها إلى ميناء الزيت التابع لشركة المصافية. وقال مدير المكتب الإعلامي في شركة مصافي عدن إنه بعد استكمال عملية التفريغ سيتم الضخ بشكل مباشر إلى خزانات شركة النفط في البريقة بهدف تزويد محطة الكهرباء بالوقود اللازم لاستمرارية عملها والتخفيف من وطأة الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي ولساعات طويلة. عودة إلى ما يجري في عدن، ينضم إلينا مراسلنا من هناك محمد مفلح. أخ محمد، ما هو الوضع الأمني الآن في عدن؟ مساء الخير أخي. الأوضاع الأمنية هي هناك بعض الاستنفتار خاصة بعد الهجومين الإرهابيين اللي شهدتهم مدينة عدن، أسفر عن يعني استشهاد ما يزيد عن 40 شهيد، وأيضا هناك العديد من الجرحى. لازالت فرقة تحقيقات يعني لم تطلع بأخبار أو تصريحات رسمية مؤكدة، لازلنا نتقصى أخبارنا من بعض المصادر هنا، لكن الحياة مستتبة أماكن الانفجارات كما سبق وذكرنا في التقرير أنه كان هناك انفجار في معسكر الجلاء أو هجوم، لم نتبين أو يؤكد ما هو يعني طبيعة الانفجار، تتحفظ عليه السلطات يمكن من أجل التحقيقات. في حي عمر المختار كان هناك هجوم إرهابي بسيارة مفخخة، أكد فيها شهود العيان هذا أن كانت سيارة مفخخة استهدفت مجندي الشرطة اللي كان يعني يعملوا طابور الصباح في أمام قسم الشرطة، فأتت سيارة وسط المارة وزحمة السير والسكان حصل هذا التفجير الإرهابي. هذا التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزا للشرطة في الشيخ عثمان، هناك آثار جانبية لربما في منازل المواطنين بجوار المركز؟ نعم نعم، هناك أثر يعني الانفجار أثر على المباني اللي كانت مقابلة بشكل كبير لقسم الشرطة، منها على الأجهزة وقوة الانفجار يعني دمرت عدد من الشقق، لأن هي عبارة عن كمباوند، عبارة عن شقق، فمعظمها تهشم وأصيب بأضرار جسيمة.
السكان غادروا مساكنهم. السلطة المحلية تجاوبت على الفور، محافظ عدن زار موقع الانفجار وأكد من خلال تصريح لقناة اليمن اليوم أنها يعني السلطة المحلية ستعمل جهدها وتعيد السكان بأسرع وقت حسب تصريح محافظة عدن اليوم، أنه بيقدم كافة التسهيلات ويساعدوا في ترميم البيوت المتضررة. هناك أنباء وطبعا أخبار أن هناك سيارات مفخخة أخرى دخلت مدينة عدن، كيف تؤثر مثل هكذا الأخبار ومثل هكذا الأنباء على الحياة العامة في عدن؟ تتضارب الأخبار وتتناقض. احنا نتقصى الخبر من مصادر مؤكدة، لكن نأمل من الله تعالى أن يجنب هذه المدينة الرائعة كل شر وأن يحفظ أهلها وسكانها بكل خير إن شاء الله. مراسلنا في عدن محمد مفلح، شكرا جزيلا لك. افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع مياه القطب الاستراتيجي في مديرية الخوخة، والذي سيخدم أكثر من 2000 أسرة كانت تعاني من شحة المياه النقية. بعد شهرين من العمل المتواصل في تجهيز مشروع المياه الاستراتيجي في منطقة القطابة بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، وفي إطار استجابتها السريعة لاحتياجات أهل الساحل الغربي، افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خزان المياه سعة 100,000 لتر مكعب. الماء المليح حالي لأن الآبار عندنا مالها، الآبار حق منطقة القطابة كلها مالها، أما المشروع مائي تمام نظيف ونقي. نشكر الأخوة الإماراتيين على الدعم. مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال أكد أن هذا المشروع الاستراتيجي اشتمل على إعادة تأهيل وتجهيز البئر الارتوازي وشبكة المياه بطول 36,000 متر وتزويده بغطاس ومنظومة طاقة شمسية متكاملة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيخدم أكثر من 2000 أسرة كانت تعاني من شحة المياه النقية في منطقة القطابة والقرى المجاورة لها. يعتبر المشروع إعادة تأهيل مشروع المياه القطابة من أهم المشاريع التي نفذت في المديرية، حيث يخدم 1800 أسرة ويوفر مياه صالحة للشرب لسكان المنطقة الذي يبلغ عددهم أكثر من 15,000 نسمة. مدير مكتب وحدة النازحين بمديرية الخوخة أوضح أن الهلال الأحمر نفذ جملة من المشاريع في مجالات التعليم والصحة والكهرباء والمياه وغيرها من المشاريع الخدمية والمبادرات الإنسانية وحملات التوعوية التي أسهمت في إعادة تطبيع الأوضاع في مختلف مناطق المديرية. نفتتح مشروع المياه القطابة الذي أعيد تأهيله من قبل الأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي، وهو يغذي أكثر من 1500 أسرة للمقيمين وكذلك 750 أسرة نازحة تسكن في هذه المنطقة. أهالي منطقة الغطابة عبروا عن فرحتهم الغامرة بهذا المشروع الذي أنهى معاناتهم جراء انعدام المياه النقية وإعادة الحياة والاستقرار للأهالي، مشيدين بالدعم السخي الذي قدمته وتقدمه دولة الإمارات. أحد المستفيدين من هذا المشروع الذي تم افتتاحه اليوم الذي يغذي القرية وإعادة لها الحياة بالماء العذب الذي يغذي القرية، وهذا كان المشروع بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الهلال الأحمر الإماراتي لدولة الإمارات. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الهلال الأحمر نفذت العديد من المشروعات الحيوية على امتداد قرى ومناطق ومدن الساحل الغربي والتي ساعدت في إعادة تطبيع الحياة وعودة الاستقرار إلى تلك القرى والمناطق. هذه النشرة انتهت، لما تبقى فيها إلا تذكير بالعناوين. أكثر من 50 شهيداً وعشرات الجرحى في انفجارين إرهابيين في عدن استهدفا معسكر الجلاء ومركزاً للشرطة. فعاليات متواصلة للمراكز الصيفية في الساحل الغربي تأكيداً على قيم الثورة والجمهورية والوحدة. القوات المشتركة والمقاومة تفشلان تسللاً حوثياً باتجاه الأزارق، والميليشيات تواصل استهداف المدنيين في الضالع. الحادية عشرة والنصف، موعدنا الإخباري المقبل. إلى اللقاء.